هي أفضل مدرب لحراس المرمى في تاريخ مصر والكرة المصرية الكابتن الكبير كابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق وفريق سموحة. كابتن أحمد صباح الخير على حضرتك، مشرفني ومنورني كالعادة. صباح الخير يا كريم، طمنا عليك. بس أنت كويس؟ أنا زي الفل الحمد لله. طب الحمد لله. يا رب يخليك يا كابتن أحمد، يا رب يخليك. قول لي الأول رأيك النهاردة في قائمة منتخب مصر المعلنة، بما أن الجميع اليوم شاهد القائمة المبدئية لكأس الأمم الأفريقية، وكان في بعض التحفظات من الناس وفي بعض الإشادات من ناس أخرى لبعض اللاعبين دخلوا القائمة، رأي حضرتك بشكل عام في هذه القائمة؟ لا أنا شايف أنه هو دخل كل اللعيبة الخبرات اللي هي هيحتاجها في البطولة الأفريقية. طبعا القائمة المبدئية دي 40 واحد، هيبقى في 28 وبعدين هيبقى في 35 لسه. أنا مبسوط طبعا إنه دخل أبو جبل، دي حاجة كويسة، لأنه يعني أنا أعتقد إن الشناوي وأبو جبل وصبحي هيكونوا الثلاث حراس. طبعا مع عدم التقليل من بقية الحراس، يعني حراس أحسن مركز زي ما اللي هم فاضل تتكلم على محمود جاد ومحمد فوزي، هم اللي باقيين. يعني ممكن لو في حد بقى دخل من دول هتبقى حاجة عادية جدا، لأن هم حراس كبار جدا. لكن طبعا أبو جبل خبرته والشناوي خبرته. ممكن يبقى في مفاجأة كابتن أحمد ويستبعد أبو جبل؟ لا ما أعتقدش، لأن هو دخله بعد ما كان مستبعده. فصعب. ما أعتقدش. مش هيحصل الكلام ده. لا أنا ما أعتقدش، ما أعرفش. لا أنا إحنا بنتصور، إحنا في النهاية هو سيبقى صاحب القرار. من وجهة نظره إيه؟ لا إنه دخله بعد ما استبعده، لأنه حس إن هو طبعا قيمه كبيره، ولما خد في ماتش ليبيا ادى اداء كويس جدا بثبات انفعالي رائع. ما كانش عنده مشكله يعني. طيب عظيم. اعتقد انه الشناوي ابو جبل اساسيين، وهيبقى حد بقى من صبحي او جاد او فوزي. بس انا وجهه نظري انا الشخصيه يبقى صبحي. صبحي. طيب كابتن احمد، حضرتك من الناس اللي اشتغلت مع منتخب مصر، وكان مع كل قائمه المنتخب المصري في انتقادات، في هجوم، في انتقاص، في دايما في حاله جدل مع كل قائمه المنتخب مصر. حضرتك تقول ايه للجماهير اللي بتنتقد، او مش حتى الجماهير، المتابعين، المحللين، المذيعين، الاعلاميين؟ لا هو خلي بالك بيبقى في وجهات نظر لرفع معنويات بعض اللاعبين. يعني مثلا انا مدرب فرقه كذا، وكان المفروض الحارس بتاعي مرشح، زي مثلا بالنسبه لي لهاني سليمان طبعا مثلا. انا شايفه من قريب، وشايفه ان هو كويس، وشايفه ان هو بتدريبات كويسه جدا وهكذا. فلا اطلع اقول ان هاني سليمان يستحق يكون في المنتخب. انا لما كنت بسمع الحاجات دي كنت ببقى عارف ان المدرب ده بيرفع معنويات اللعيب بتاعه. ثلاث اربع خمس حصص بيبقى مثلا واخدين ثلاثه و10 مدربين بيقولوا الحارس بتاعي يستحق. كنتش بزعل منهم خالص. ليه؟ لانه عندهم اسبابهم، يعني عندهم حتى وان كان هو مقتنع بان الثلاثه اللي متاخدين دول هم صح. لكن هو لازم يعمل حاجه، نوع من انواع التدريب النفسي للحارس بتاعه او اللاعب او المدرب بتاعه. يقول مثلا بقى ما خدش فلان ده هايل ده يعني بعد ما بيبقى محبط مثلا من ان هو ما اتاخدش، يلاقي مدربه بيسنده بيدعمه، او الجماهير بتاعه اللاعب ده، جماهير النادي الاهلي مثلا لعيب ما اتخذش منها، زي مثلا الثوره اللي حصلت بعد قفشه وسريف. فبرضه اللعيبه حست بدعم كبير كده يعني. مروان الناس يعني بتنتقده بشكل كبير، احنا طبعا بنكلمه كل يوم وبنرفع من معنوياته، او الحمد لله ان هو موجود في القايمه المبدئيه. صحيح. فالانتقادات انواع يعني كتير من الانتقادات، وفي بعض الناس بتبقى يعني عن عدم فهم، عن رؤية مش مظبوطة. لكن المدير الفني القائمة المبدئية اللي أنا شايفها معقولة جدا، وفيها كل الخبرات اللي احنا كنا بنطالب الناس. كابتن أحمد في البطولة يعني عايز أقول لك حاجة، يعني ما احنا ما كنا ماسكين منتخب كنا بنحاول برضو نجرب بعض الأشياء، لكن في الآخر هيبقى لعيبه الاهلي والزمالك، او اكس اهلي واكس اهلي وزمالك، واكس اهلي والزمالك يعني بقول بيراميدز، يعني لعيبه بيراميدز والمحترفين، وهيبقى اضافه واحد او اثنين من اللعيبه اللي هو كان واخدهم في البطوله العربيه، واحد او اثنين او ثلاثه بالكثير جدا. مفهوم. فهي القايمه رجعت للكلام اللي احنا كنا بنقوله في الاول خالص.
الناس اللي هتحمل الضغوط، الناس اللي لعبت تحت ضغوط، الناس اللي يعني حد بيلعب في اكثر من بوزيشن عشان يعوض حد. فهو القايمه اللي اتعملت دي انا يعني مش زعلان منها يعني. طيب كابتن احمد عايز اسالك سؤال والناس برضو طرحته، ليه في رايك محمد الشناوي شارك في كل مباريات البطوله العربيه وما اداش فرصه لحارس اخر في البطوله رغم انه لاعبين كتير خدوا فرص الا مركز حراسه المرمى هو اللي ما كانش فيه اي تغيير؟ ما هي دي مدارس كريم. يعني في ناس مركز حراسه المرمى ده ما تقربلوش. اوكي. وفي ناس يعني انا كان رايي انا الشخصي ان حد من الولاد كده نشوفه بما ان احنا يعني ثقتنا فيهم كبيره وهم مأديين في مباريات الدوري بشكل كويس جدا. كان ممكن نشوف صبحي يلعب ماتش زي ده كده، لكن ممكن يكون عنده برضه هو عايز قائد للفرقه من وراه، عنده خبرات برضه، مباراه دوليه كبيره فيها مكافآت ماديه، فيها كذا مش عارف ايه، حاجات كتير يعني. لكن انا وجهه نظري كان ابو جبل لعب مباراه انجولا هنا، انجولا تقريبا ايوه اللي احنا بعد ما تاهلنا يعني. كان ابو جبل لعبها، وكان رايي برضو ان كان صبحي يلعب مباراه قطر اللي كانت في البطوله العربيه وكنا كسبنا، زي مثلا مشعل برشا طلع نجم المباراه يعني، كان سلاح ذو حدين ان هو يلعب لان سعد الشيبي اللي كان بيلعب المباريات كلها، لكن مشعل لعب المباراه وجاب بشكل ايجابي لصالح الفريق. صحيح. انه ادى مباراه وكان نجمها يعني، واخد بالك؟ صحيح. فده من ضمن، ودايما الحارس الثاني بتنقي له اوقات ياخد فيها، زي ما كنا مثلا بندي كاس مصر للامير عبد الحميد مع النادي الاهلي. صح. مع النادي الاهلي كان بياخد الكاس كله. صح. من اوله لاخره. صح. فدي بتبقى يعني خطه لان الحارس الثاني يبقى ما عندوش حاله احباط، بيتمرن من غير هدف، بيبقى عارف انه عنده كاس وعنده مثلا بعض المباريات اللي ممكن تديها له، مثلا النادي الاهلي خد الدوري فاضل 5 6 ماتشات فهو بياخدهم هكذا. صحيح. فانت بتعمل وكمان في كره القدم الحديثه في التسويق مهم جدا ان الحارس الثاني لو انت في دماغك ان انت تسعيره او كده لازم تعمل له باترينه. توريه للناس وتقول ان ده كويس عشان يجيب فلوس. صحيح. صحيح. كابتن الكبير كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخبنا السابق، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القائمة كالعادة.